طبعا أيادي الخير الكويتية البيضاء تمتد بالعطاء إلى كل بقاع الأرض لمساعدة المحتاجين والمنكوبين مهما كانت التحديات والعقبات، ولا عجب في ذلك. طبعا الكويت هي مركز العمل الإنساني وأبنائها يسيرون على درب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه قائد العمل الإنساني. بالفعل مها، في لمحة إنسانية جميلة قام فريق طبي كويتي برحلة إلى جمهورية بنين في مهمة طبية إنسانية، طبعا هذا بالتعاون مع جمعية العون المباشر، وذلك لإجراء أكثر من 150 عملية جراحية في مختلف التخصصات ليظل نهر العطاء الكويتي فياض في شتى ربوع الأرض. نتابع هذا التقرير. أبناء الكويت الذين جوبلوا على حب الخير ومساعدة الغير وعلى النهج الذي رسمته دولة الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني تحت راية قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه. تواصل جمعية العون المباشر مشاريعها الخيرية في أفريقيا وتحديدا في جمهورية بنين، حيث تمثل الاتفاقية التي وقعتها الجمعية مع وزارة الصحة في بنين خريطة طريق لتسريع إيصال الخدمات الصحية من تجهيز المرافق الصحية والمخيمات الطبية وغيرها. فريق طبي كويتي مكون من 39 شخصا من جميع التخصصات الجراحية بالإضافة إلى أطباء تخدير وتمريض وفنيين وصلوا إلى جمهورية بنين في مهمة طبية إنسانية لعلاج كثير من الحالات المستعصية والمرضى أطفالا وكبارا. الفريق الطبي وبإشراف جمعية العون المباشر أجرى 150 عملية مختلفة في مخيم بجمهورية بنين، وتمثلت العمليات الجراحية في تخصصات الأورام والتشوهات الخلقية بالإضافة إلى جراحة الأطفال والعيون والأسنان. أطباء كويتيون رفعوا راية الكويت عاليا، يخففون الآلام ويضمدون الجراح ويداوون المرضى ليكونوا منارة للخير الكويتي الذي ينتشر في شتى بقاع الأرض ليظل نهر العطاء الفياض جارياً.